أنا إسلام ربيع، أونر معرض إسلام ربيع موتورز. طبعاً اتشرفت بوجودي مع نادي النهاردة، حد جميل جداً وأول مرة أطلع وأتكرم وأخد الجائزة الجميلة دي. أنا معرضي في الشيخ زايد وعندي فرع تاني في اسكندرية. طبعاً اللي حابب يجي يشرفني ينورني، أنا إس أور موتورز وتشرفت بيكم جميعاً وأنا مبسوط إن أنا كنت موجود النهاردة.